باسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم حبايبي في حلقه جديده من برنامجنا مش لوحدك. وصيه جميله قالها ربنا للتلاميذ في معجزه الخمس خبزات والسمكتين: اجمعوا الكسر. نفس الفكره عملها يوسف في تكوين 41، قال كده: يجمعون طعام هذه السنين الجيده القادمه ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه. بدأ يوسف يعمل حركة جميلة، بدأ يجمع ويخزن عشان سنين الجوع تعدي بسهولة جدا. رقم واحد، ما تستهونش بالكسر وجاهد على جمعها. ما تستهونش انك انت تجمع الكسر الصغيرة وتجمعها، بالنسبة لربنا حاجة جميلة جدا، مش بالكم لكن بالكيف. عشان كده اعمل حتى لو جزء بسيط. خد لبالك، عدو الخير عنده مبدأ بالنسبة له ممتاز، يا تعمل الحاجة كاملة وتقدم لربنا حاجة كويسة كاملة، يا إما ما تقدمش خالص. إيه رأيك؟ ربنا بيقول لك اجمع الكسر، أنا عايز منك الكسر، أنا عايز منك الحاجات الصغيرة في نظر الناس، حتى لو كانت صغيرة في نظرك هي كبيرة في نظري. أبا بخميس بيقول كده: جميع الكتب والمعلمين والآباء بيحسون على الصبر. ربنا بقى بيقول لك اوعى تنسى الكسر الصغيرة، حتى لو كان ريقك ناشف وانت صايم هو حسبها لك كسر، حتى لو مشوار زودته شوية وتعبت بالنسبة له كسر. ربنا بيجمع الكسر دي عشان يكونها لي فوق بقلب جميل، وبقلب بيحتوي الكسر الصغيرة دي عشان يكبر ابنه. الكسر دي كفتهم كلهم وكفت البلاد اللي حواليهم. الكسر دي كفت كل الناس اللي كان وقتها كان في جوع 7 سنين في ايام يوسف. عشان كده حبيبي النهارده عايز اقول لك في القداس بنقول له كده: الساكن في الاعالي والناظر الى المتواضعات. حاجات الصغيره ربنا ياخد باله جدا من الحاجات الصغيره، ياخد باله جدا من الحاجات اللي بالنسبه لنا تافهه وبسيطه واحنا بنرميها، لكن هو يهمه جدا الكسر. اجمعوا الكسر. عجبني قصه لأب أسقف كده، فوجئ بأنه في واحدة ست سمعتها وحشة جدا وسمعتها يعني في البلد مش كويسة خالص، وفتح بيتها للخطية، وبعدين سمع أنها اتعمدت، فجاب أبونا وقال له: أبونا، هو أنت قدسك اتأكدت من إيمان الست دي قبل ما تتعمد؟ فقال له: للأمانة يا سيدنا لا. قال له: طب أنت تعرفها؟ قال له: لا. قال له: طب انت عمدتها ازاي؟ قال له: أنا لقيت 3 أشابين يعني ناس كده غريبة جم وقالوا لي احنا يعني هتعمد الفلانة دي أو الست دي على ضمرتنا احنا. فقال له: طب انت تعرف الثلاثة دول؟ قال له: يا سيدنا عرفهم، دول خدام كبار عندنا في الكنيسة، هم اللي جابوا الست دي وقالوا لي الست دي يعني على ضمرتنا يا ابونا، احنا متأكدين من توبتها وانها تابت خلاص. فقال له: طيب ممكن تجيب الثلاثة دول اسألهم؟ فجاب الثلاثة رجالة اللي في الكنيسة، وبعدين ابونا طبعا يعني فرحان انه عمد الست دي والاشبين الغريب الثلاثة دول بقى يعني. فسيدنا بيسألهم: انتوا تعرفوا الست دي؟ قالوا له: سيدنا الأمانة احنا ما نعرفهاش. طيب انتوا قلتوا لابونا عمت فلانة على ضمانتنا واحنا هنبقى الاجبين بتاعها؟ ما حصلش. ابونا طبعا فوجئ وعرق وبدأ يعني في نص هدومه: ازاي؟ مش انتوا اللي قلتوا لي تعمت فلانة؟ قالوا لي: يا ابونا احنا نعرف قدسك هنسمع عنها لكن احنا ما قلناكش عمتها. فطبعا الرجل يعني ابونا اتضايق جدا وبدأ يتعصب، وكان منظره صعب جدا قصاد سيدنا. فقال له: طيب معلش حالين يا سيدنا، في شماس حضر معايا المعمودية، كان معايا ماسك الشوريا وبيرد المردات بتاعة الشماس في المعمودية، ممكن نجيبه؟ فقال له: هاته. جاب الشماس: حبيبي مش انت حضرت المعمودية معانا؟ قال له: يا سيدنا حضرت المعمودية. قال له: تعرف الثلاث رجالة دول؟ قال له: الثلاث رجالة دول كانوا معانا في المعمودية وكانوا بيقولوا احنا اللي هنبقى الاشبين بتاع الست الغلبانه دي. سيدنا بدأ محتار، طب يصدق ابونا والشماس ولا يصدق الثلاثه دول؟ هو مش عارف بيتصرف ازاي. قال له: ممكن بعد اذنك يا ابونا تجيب لي الست دي، انا عايز اقعد معاها. قال له: حاضر يا سيدنا. جاب الست دي وقعد معاها، قال لها: قولي لي يا ست، هو انت فعلا
تبتي عن الخطية بتاعتك وتبتي عن الخطية الوحشة والتي بتعمليه والبيت ده قفلتيه خلاص؟ قالت له اه يا سيدنا انا خلاص انا تبت وانا تعمدت وابونا عمدني انا بشكره، وكان في معايا 3 من الرجاله اللي كانوا حاضرين لسه طالعين من عند نيافتك دلوقتي كانوا حاضرين معايا. قال لها انت متاكده 3 رجاله دول كانوا موجودين معاكي في المعمديه؟ قالت له اه. قال لها طب انت عملتي حاجه حلوه في حياتك؟ قالت له الصراحه انا ما عملتش حاجه حلوه خالص غير حاجه واحده، كنت ماشيه في الطريق ولقيت عيل صغير كده بيدور على حاجة يأكلها في الزبالة ومش لاقي حاجة يأكلها، وأنا كان معايا جبت يعني وجبة كبيرة كده من المطعم وكنت رايحة بيها البيت علشان أتغدى، فصعب عليا قوي فرحت مطلعة من الكيس الوجبة دي وديتها للولد. فبص كده الأسقف للسماء قال له يا رب أنا محتار، رد علي أرجوك أنا مش عارف مين الثلاثة رجالة دولة. بص كده ربنا بيقول له، بعت له مرسال مع ملاك قال له سيدنا الأسقف ما تخافش، دول كانوا 3 ملايكة واخدوا شبه الـ3 خدام اللي عند أبونا علشان أبونا يضمن فعلا توبة الست دي، لأنه ما كانش هيبقى يعمدها إلا لو شاف الـ3 رجالة دول. ربنا بعت له 3 ملايكة علشان الست الغلبانة دي جمعت الكسر، ربنا بالنسبة له كانت الكسر دي حاجة جميلة وحاجة في قمة الروعة والمتعة والجمال قدام ربنا. حبيبي ربنا مش بيستهون بأقل حاجة بتعملها لمجرد إنك تصلي من أجل شخص، حتى لو كانت بالنسبة لك كسر ربنا شايفها حاجة جميلة. لو أنت قدمت أقل القليل للناس اللي حواليك بالنسبة لقصادك ممكن تكون قليلة، بس بالنسبة له حتى الكسر الصغيرة دي حاجة كبيرة في نظره. ربنا يبارك حياتكم، ربنا يسندكم ويفرحكم، إلهنا المجد دائم أبدياً. آمين.